السلام عليكم بنات، كيف انتم؟ لاباس عليكم؟ بخير، اموركم مزيانه؟ نتمنى يا ربي يلقاكم هذا الفيديو تمام الصحه والعافيه، تكونوا 5 سنين كنتم كتشوفوا هذا الفيديو. نهار جديد، فيديو جديد. اليوم ان شاء الله البنات غنشارك معكم شنو الحاجات اللي جبنا معنا من فرنسا، شنو عندي في الماليطات، شنو جبت معايا من فرنسا ان شاء الله. المهم قلت نصور معكم هذا الفيديو ونشارك معكم شنو الحاجات اللي جبت، هكا كتاخذوا افكار حتى نتوما البنات. صافي هادشي اللي كاين. المهم راه ما حليتهمش البنات، قلت خلي حتى نشارك مع البنات شنو الحاجات اللي جبنا، واخا جاتنا المجيه مزروبه ما كناش اولين عليها. المهم هاد الحاجات هادو اللي غنشارك معكم البنات راهم يعني ماما ملي جات عندي وهي كتشري وكتحط كانت كتقول لي حتى نمشيو للمغرب ولا هذا، صافي هادو هبطيهم ليا معاك المغرب، جيبيهم ليا معاك المغرب، وشي حاجات انا يعني شارياهم يعني لهنايا المغرب. كي كنكون هكا خارجه ولا كتعجبني شي حاجه كنقول هذه ناخذها، من بعد ان شاء الله الا كانت شي هبطه المغرب نهبطوهم. حتى جات هاد الهبطه البنات على غفله، مهم الحمد لله على كل حال. صافي هذه هي الوقيته ديالهم نهبطوهم معنا ان شاء الله. هادشي اللي كاين. المهم انتم معايا، راهما الماليطات فين هما؟ هما بجوج. انا دابا غادي نفتحهم ان شاء الله ونشارك معكم شنو فيهم، خليكم معايا البنات. المهم البنات لقيتوني جيت فرجت هنا في الارض في هاد البلاصه، عجبتني الكليسه هنا، قلت هنا غادي نصور الفيديو ان شاء الله. غنفتحوا الماليطه الاوليه ان شاء الله باذن الله. هكا تكون شفتوا اول حاجه شنو بانت لكم تما. المهم هنا راني عارفش كيبان لكم مزيان، هنا راني درت واحد جاكيطه عندي. كان كيحسب لي البرد بزاف في المغرب، بقات الكاميرا معايا، كان كيحسب لي البرد بزاف في المغرب، كان خصني نجيبها. وبما ان هذا الشيء فيه الحاجات ديال الزاج فرشتها ولويت فيها. هذه كنت خديتها من شي ما كنت شاركتها معكم شحال هذه. ساعه المغرب سخونه البنات، والله الا ما كاينش ديك البرد في العشيه كتحرك واحد شويه ديال البرد، ولكن ماشي بحال الهيل هيه، راه البرد راكم عارفين. المهم عطيكم فكره انتم البنات، ها انتم البنات. المهم هادشي راه ملوي مزيان، غادي نبداو على بركه الله. كما كيبان لكم هادشي راه الزاج البنات، خديت هذا شي واقيلا تهرس او اعلم. المهم خديت هذا من اكسيون البنات، هاد البلاستيك هذا اللي كتلوي فيه الحاجات هكا ديال الزاج، ملي كتكونوا سواء كترحلوا ولا بغيتوا تصيفطوا شي حاجه، فدرت لهم هاد لومبالاج هذا. للاسف ما خديتش منه بزاف، خديت غير شي جوج درولوس واقيلا ولا ثلاثه، وما قدونيش داكشي علاش ما لويتش مزيان. اما الا كانت شي حاجه الزاج من الاحسن البنات لويو مزيان. انا راه كنحس بشي حاجه هنا مهرسه، كتسمعوا معايا؟ نتمنى من ربي ما يكونوش هرسوا بزاف الحاجات. كيف ما كتعرفوا في المطار راه الا شفتوا واحد الفيديو كيفاش كيحطوا هكا الشنط والماليطات غادي تعرفوني علاش كنهضر، ولكن ماشي مشكل. هنا حاجه الزاج لا تهرسات، يعني نتوما عارفين البلاطوات ديال دابا الاغلبيه كيكونوا مصوبين هكا بالمرايات، فهنا كاين المرايات يعني الخاصين تدي عند مول الزاج وصوبها لك، ماشي مشكل. كلشي على الله. نفتح هادي ونرجع لكم. شكون اللي كيعجبها تلعب بها ديال البنات؟ كيعمقوني. المهم بالنسبة للبلاطويات كما كتشوفوا التحتاني تهرس، كانوا جوج للأسف تهرس واحد. المهم هادو راهم د أكسيون البنات، نتوما كتعرفوهم، شوفوا كيفاش عاملين. نقرب شوية حدا المربع. المهم البنات هادو راهم د اكسيون كيف ما كتشوفوا، كتجي فيهم مرآة هكا وكيجيو هكا من التحت، راكم عارفينهم. هادو جبت يعني المجموعه كامله، ولكن للاسف تهرس واحد، ماشي مشكل. كيف ما قلت لكم غنقدروا نصايبوه هنايا. الزجاج كيتفتت، نوريكم ها انتوما. للاسف نخليه ملوي هنايا لانه كيتفتت. جبت منهم جوج. المهم جبنا منهم جوج، ها انتوما. الزجاج ما نقدرش نفتحو. المهم راه جبنا منهم جوج البنات، يعني كيجيو مزيونين هادو في الحطه هكا، يعني مع البرير الذاتي و عرفتوا الدنيا كلها رجعت دجاج. خصني نجيب سبيغاتور. ندوزو لحاجات اخرين، نتمنى ما تكون شي حاجه اخرى مهرسه. كما شفتوا راه هادو درنا لهم هاد لومبالاج هذا هو الاول، وعاد هاد البلاستيك هذا زعما باش ما يتهرسوش، ولكن للاسف تهرسوا. ما عندنا ما نديرو. ندوزو للحاجه الثانيه. بالنسبه لهذا الحمد لله حتى هو بلاطو، ولكن بان ليا ما تهرش. الحمد لله يعني بقى مزيان.
بالنسبه لهذا راه لويناه مزيان، لويناه حتى في هذه الشبيكه هذه. اوه حتى هو تهرس صراحه. انا يعني عرفت راسي يعني لويناهم، ولكن ماشي بديك الدرجه اللي كان خاص يكون كلشي ملوي صراحه. المهم هذه الصينيه كتجي هكا، ولكن ماشي مشكل، غنديهم ان شاء الله عند مولا الزاج هنا وغادي يصوبهم. للاسف للاسف هذه تهرست في النص، وهنا راه عندها واحد بحال الخشب هنايا اللور زعما شاد عليها، وعاد لويناها مزيان ولكن للاسف تشققات. المهم راه كتجي على هذا الشكل، هذه فن البنات ديال اكسيون. كاينين على جوج د الاشكال، كاينين هذا الشكل، الشكل البيضاوي لساني تلوى، وكاين اللي كيجيو هكا مدورين، كيجيو فنين في الحطاس واتايس والحلويات اللي كان. مهم للاسف حتى هي تهرسات، تصدمت دابا جوج الحاجات ما فيه ما يزيد يتصدم. مهم واحد البلاطو اخر. المهم اغلبيه الحاجات البنات اللي غتشوفوا معايا ف بلاطو اخر البنات هو هذا. مي هذا البنات صراحه هذا اصلا انا جبته هكذا مهرز. المهم هذا خليته انا، قصدت انني نخليه باش ملزاج يشوف السمك ديال هاد الزاج هذا ويدير لي القياس ديالو، داكشي علاش خليته. مي هذا تهرس لي في الدار، ملي كنا في الدار صافي قلت خليه. المهم ها نتوما هذا راه كيجي مزيون البنات، فنيون هذا كما كتشوفوا معايا. تقدروا ديروه هكذا اولا تحطوه تعلقوه في الحيط، كي عندهم مين كيتعلق. ها نتوما هادو مزيونين، هادو كان جابهم اكسيون فواحد الوقت شحال هادي. المهم كنت خديتو ساعه ماشي مشكل. دابا ثلاثه الحاجات اللي خصهم يتصايبوا، نتمنوا خير ان شاء الله. المهم راه الاغلبيه هنا الزاج صراحه غامرنا فيهم وصافي. المهم هذا راه لويناه مزيان، شوفوا شنو درنا له باش زعما ما يتهرش. حتى فاش كنا كنلويو البنات ما نكذبش عليكم راه كنا كنجربو صراحه، ما نقول لكم يعني درت شي هذا شي امبالاج مزيان مزيان، لكن ماشي مشكل. اصلا انا قلتها تما، قلت الا وقعت شي هذا شو المغرب ان شاء الله هو مصيف. حاجه اخرى البنات هو هذا، هذا حتى هو من المجموعه الاولى اللي تهرس منها واحد. المهم هذا راه كيجي تاهو على هذا الشكل، هذا اصغر واحد فيهم، وهذا واحد اخر بحالو نيت انا نحلو. المهم هذا واحد اخر، المهم كما كتشوفوا هادو راهم كيجيو بجوج قد قد، ها نتوما كتشوفوا كيجيو على هذا الشكل، جو مزيونين هادو البنات. سوا هكا للتقديم اي حاجه حلويات او لا اي حاجه، اولا كديروهم هكا فوق الكوافوز ديالكم، كديروا فيهم العطور ديالكم، ومهم مكياج اي حاجه كيجيو فنيونين. وحتى الثمن ديالهم راه جد جد مناسب، ما كتعرفوا الحاجات اكسيون فالثمنها كيكون جد مناسب. حاجه اخرى البنات هي هاد البواط هادي ديال هكا سيرفييت، هكا كيجيو مزيونين هادو كما كتشوفوا، كتفتح على هاد الشكل، هادي مزيونه حتى هي من عند اكسيون. وهنا حاجه اخرى البنات حتى هي زاج، نتمنى ما تكون تهرست منها حتى شي حاجه، نفتحها البنات ونرجع معاكم ان شاء الله. حاجه اخرى البنات هي هاد الصينيه هادي اللي حتى هي من عند اكسيون. هادي البنات الثمن ديالها كان هو 10 الاورو، كنت انا اللي خديتها صراحه. انتما كتشوفوا عندها اليديات على هذا الشكل، كتجي في اللون هاد كانوا فيها جوج الالوان صراحه، كان فيها الذهبي وهذا الفضي هذا. المهم انا خديتها في الفضي ها نتوما، وكتجي كبيره هذه البنات الحمد لله ما تهرساتش، لان كانت في الوسط وكانت يعني مغلفه مزيان. مهم هذه. وحدي حاجه اخرى البنات هي هذه، غادي نفتحها. حتى هما صواني، حتى هما من عند اكسيون. المهم البنات لا هادو ولا هاد البلاطو اللي وريتكم دابا مغلفين مزيان، يعني صراحه مع كنت انا وبابا اللي كنغلفوا. ايوا هاد الاخرين بحال المهم زربنا عليهم وصافي، هادو غلفناهم مزيان. ها نتوما كتشوفوا حليت لهم لومبالاج الاول، وهذا لومبالاج الثاني درنا لهم الكرتون. صراحه الا امباليتو الحاجه مزيان راه غادي توصل. هادو اللي بحال الا كانوا من الفوق داكشي علاش تهرسوا، وحتى لومبالاج ما كانش عندهم شي لومبالاج يعني مزيان. صافي حليتهم البنات صراحه ملويين مزيان مزيان مزيان،
مهم هادو كان هاد الشكل هذا من هاد الصواني البنات اللي حتى هما من عند اكسيون. هادو راه في اللون واحد الذهبي مزيون فيهم. مهم هادي كانت اصغر وحده فيهم، وكاينه هادي اللي كتجي في الوسط. مهم انتما راهم ملوين وعاد زايدين هما دايرين لهم هادو باش ما كيبقاوش كيتحركوا مع بعضهم. والكرتون مهم تلوه مزيان. هادو هادي ثاني وحده انتما كتشوفوا راهم كبارين البنات واخا كتشوفوهم هكا. وهادي اكبرهم، هادي اكبر وحده فيهم، ها هي حتى هي في اللون الذهبي. مهم ها الاولى ها اخرى اللي كتجي صغار منها شويه، وهادي اصغرهم. ماما دارت لي واحد الخلعه، تخيلوا انا كنهضر معكم هكذا حتى كيبان لي في الجهه هذه في الكاميرا، كيبان لي شي واحد تما حل الباب، وكنت مكونسونطري معكم حتى كيبان لي شي واحد واقف تما، عرفتوا قلبي كان غير واقف. المهم هادو كيجيو على هذا الشكل بثلاثه بهم، صراحه فنين فنين هادو. حتى اللوين اللي فيهم راه غير ما باينش هكا في الكاميرا، فيهم هذاك الذهبي اللي ما كيجيش، يعني داك المشعشع كيف كنقولوا. المهم جاوا على هذا الشكل هذا. هادو كانوا ثلاثه حتى هما كما كيكون من عند اكسيون. حاجه اخرى البنات هي هاد ثلاثه القطاعات هادو، او هاد ثلاثه ديال اللوحات هادو، كما كتعرفوا دابا هادو راهم كيتستعملوا للتقديم، كيف ما كتقدري تقطعي فيهم اولا تستعمليهم هكا في التقديم. المهم نوريكم حتى هما من عند اكسيون، كما قلت لكم راه بزاف الحاجات هنا اللي من عند اكسيون. هادو كيجيو فيهم ثلاثه، هذه الصغيره وهذه اللي صغر منها، وهذه اكبرهم. كيجيو مزيانين حتى انا عندي منهم البنات هادو، وحتى الكاليتي ديالهم مزيونه داكسيون. عندي منهم حتى انا، راه كنت واحد المره صورته معكم في واحد الفيديو كنت درت فيهم التقديم في رمضان. كيجيو فنين، وحتى في لاكويزين كتقدروا تنزلوهم هكا، كيعطي واحد المنظر مزيون وكيبقاو هكا على يدكم. المهم هادو حتى هما عند اكسيون، كنظن حتى هما الثمن ديالهم البنات 10 الاورو. ها انتم كما شفتوا معايا كيتستعملوا سواء للتقديم سواء للقطاع. مهم حاجه اخرى البنات هما هادو، هادو ما عرفت واش كنت صورتهم معاكم النهار اللي كنت خديتهم. خديتهم هادو من عند هذاك المحل اللي كنت صورت معاكم اللي كيبيع حاجات هكا الاواني بالدار، هذاك بي ام بازار. دابا راه دخل بزاف الجديده البنات، رجع البنات كيجيب حتى الفوتويات حتى هما بزاف الحاجات اللي رجع كيجيب، داكشي ديال تركيا فنين. هانتوما البنات وعندهم هاد الغطايه ديالو كتجي ثقيقله، عنده واحد السنيسله هنا كما كتشوفوا، وكيجي على هاد الشكل هذا. شوفوا شحال فنيون، هذا راه ماشي كله ذهبي البنات، راه غير هاد الخطيطات هادو اللي في الذهبي، وهنا في الفضي عاود هاد الخطيوط في الذهبي، الغطايه في الذهبي وهذه في الذهبي. وين كيجي على هاد الشكل. خدات منهم ماما جوج، هذا الصغير اصغر منه، وهذا الكبير. هو كان كيبيع ثلاثه د الاحجام، مي هي خدات غير هذا الكبير والمتوسط ديالهم. صافي شفتوا الدنيا كيفاش رجعت هنا حدايا، ما نعاودش لكم. وحاجه اخرى هي هاد الحاملات الشموع هادو اللي حتى من عند اكسيون. هادو كيجيو مزيونين البنات هكا، تنزلوهم هكا سوا في المائده ولا فيش ما بغيتو. مهم فنين هادو، كانوا عجبوني هادو انا اللي كنت خديتهم من عند اكسيون. هادو خدت منهم، جبت منهم جوج كنظن، الاخرى واقيله في الماليطه الاخرى. مهم بالنسبه لهاد الماليطه صافي خوات، هادي جاكيت زي لويناهم فيها ساعه، هاي جبتها متقله بها بلا والو، ها هي ترجع عاود غير هي شنو زعما ما تقيلاش بزاف، شويه خفيفه. مهم هذا كان بالنسبه نونو. باقا واحد الحاجه، باقا واحد الحاجه ما وريتهاش لكم اللي حتى نتوما عجباتكم نهار صورتها لكم، وماما حتى هي حمقات عجباتها، هي هذه المقله هذه من عند بي ام بازار. راه ماشي صغيره البنات، راه كبيره، هذه راه الحجم 36، هذه 36 ولا 32، المهم 36 ولا 32. هذه راه فنه سوا للرغايف البنات، سوا طيبوا فيها، سوا البايله، انا راه سبق لي طيبت فيها حسن بايله فنه البنات. المهم كيجيو معاه كما كتعرفوا هاد جوج ليديدات هادو ديال السيليكون، باش كتهزوا بهم المقله هكا باش ما كتحرقوش. هانتوما كيجيو فنين غير هي البنات، هاد
ملي تكونوا كطيبوا بها عندكم تخليو هادو لاصقين، لانني انا في ديالي خليتها لاصقه غير شويه صافي بداو كيطرخاو، ملي حيدتها تقطعات ليا من الجنب لانها طرخات بزاف. المهم نتوما ما تحاولوا ما تستعملوهم حتى تكونوا غتهزوا الحاجه من فوق العافيه، وما تزولوهم من بلاصتهم حتى يبردوا، يعني هذا زولوهم سينو غادي يتقطعوا لكم. المهم راه كيجيو فيها هادو يعني عمليين هكذا، ما تحرقوش يدكم. المهم صافي، كانت هدية الماليطه الاوليه. دابا غنفتح معكم الثانيه بعدا نجمع شويه. عرفتوا فوقاش جالسه انا؟ غتموت من الضحك. بلاتي نوريكم. هذه هي الثانيه، شوفي المحشيه كانت حدا رجليه ما شفتهاش. المهم هذه حتى هي راها بحال الاخرى، هي وهذه بحال هادو مزيونين حتى هما كيجيو ديكور هكا زعلان. غنهبط لكم الكاميرا تشوفوا شنو واقع. ها انتم يا بنات شفتوا الجوطيه؟ والله الا الجوطيه نيت. المهم نحيد هذا الشيء دابا من هنايا، نجمعوا نهبط الماليطه اخرى باش نوريكم شنو فيها، خليكم معايا. المهم البنات هذه الثانيه فتحتها حتى هي، غادي الاول نكمل معكم بعدا الاواني او المهنات، وعاد ندوزوا لحاجه اخرى ان شاء الله. نكمل معكم هذا الشيء بعدا. سخفت والله الا سخفت نجمع ديك الشيء. المهم حاجه اخرى هو هذا البلاطو، هذا الكماله ديال المجموعه اللي كنت وريتكم اللي تهرس لي منه واحد. المهم هذا كيجي على هذا الشكل، هذا هو الموسط ديالهم، عاد باقي لك كاين الكبير كنظن. المهم على هذا الشكل هذا كيجي. حاجه اخرى البنات جبت حتى من هاد لي طاجيغ هادو اللي من عند اكسيون، غزالين هادو البنات. دابا خرجوا واحد الموديل اخر جديد فيهم، مي هادو فنين عندهم. هادو حتى هما كيجيو صوينيات هكا، كيجيو ثلاثه، كيجيو هكا فوق بعضيتهم يعني ثلاثه. المهم ها هي هذا ديالهم باش يوقفوا، هذا اصغرهم، هادو راهم في الفضيه البنات. ما عرفتش علاش كيبان كلشي ذهبي هنا ما فهمت. وهذا المسط وهذا الكبير كيجيو هكا فوق بعضيتهم، راه سبق لي وريتهم معاكم في واحد الفيديو. المهم بلاتي غادي نركبهم ليكم تشوفوهم كيفاش كيجيو. المهم راني درت ليها واحد التركيبه مزروبه البنات باش غير نوريكم كيفاش كتجي. المهم راه كتجي على هذا الشكل، راه ما سديتهاش مزيان، كتجي على هذا الشكل. فن بصراحة كيجيو في التقديم فنين، هادو كانوا عاجبيني انا بزاف اكسيون، حتى انا عندي منهم. المهم هذه الاوليه جات في النقري انتما كتشوفوا او في الفضي. ثاني حاجه البنات ها هي بحال هاد الاوليه اللي وريتكم، غير هذه في الذهبي. المهم نوريكم كيفاش دايره بالنسبه للبنات اللي ما عارفيناش. وهذه الثانيه البنات ها انتما راني درت لها حتى هي واحد التركيبه سريعه، هذه جات في الذهبي البنات. راه ملي كيتركبوا مزيان راهم فنينه تكونوا عارفينهم. هانتوما البنات واخا راهم كيبانو معوجين راني مركبتهمش مزيان. المهم هذه الذهبيه وهذه الفضيه، غادي يطيحوا لي من يدي. الله داكشي اللي ما هرسوش وما غادي نكمل عليه انا. حاجه اخرى البنات هي هاد الحامله هذه، حتى هي في اللون الذهبي، حتى هي الحمد لله ما وقع ليها والو، وصلت بخير وعلى خير. هانتوما كتشوفوا كتجي على هاد الشكل وكتجي عندها هاد الرجيله، كيجيو فنيونين هادو بالنسبه لي طاقت. ومهم انتم عارفين فاش كنقدروا نستعملوهم. حاجه اخرى البنات هما هادو حتى هما من عند اكسيون، كل هادشي اللي كنوريكم لحد الان الا ديك البراد هو اللي ماشي من عند اكسيون. المهم هادو حتى هما جاوا فنين، راهم جابوهم مؤخرا في اكسيون في هاد اللون هذا وفي الفضي، حتى هادو البنات راهم كانوا في الفضي وفي هاد اللون هذا. المهم بالنسبه لهادو البنات جبت منهم اربعه اللي جبنا منهم، راه فنين كيبانوا، غنفتحهم ونوريهم معاكم. جبنا منهم غير ربعه. المهم هادو البنات تقدروا تستعملوهم بزاف د الحاجات، المملحات، المكسرات، اي حاجه تقدروا تستعملوهم فيهم، كيجيو مزيونين. كاين كيما قلت لكم جوج د الالوان فيهم، تقدروا تستعملوا حتى كثر فيهم. المهم انا درتهم هنايا جاو فنين، عجبوني في الدار فاش كنا كنلويو فيهم. ها انتم عندنا شوف كيف جاو فنين في الحطه. المهم حاجه اخرى البنات هي هاد الحامله هذه، هذه راها البنات تابعه لهاد المجموعه هذه. هذه حتى هي البنات كتجي واحد ليطاجير، كتجي هذه الرجيله ديالها، وكتجي فيها من فيها جوج، فيها غير جوج، وهذه هي الرجيله ديالها بلا ما نركبها. راكم عرفتوا كيفاش كتكون. المهم راه عندي التصويره ديالها هنا نوريكم كيفاش كتكون. المهم راه كتجي على هذا الشكل هذا، حتى هي ها هي كتجي على هذا الشكل بلا ما نركبها، يعني تابعه لهاد المجموعه هذه.
وحاجه اخرى البنات هو هذا الى عرفتوا هذا ديال هكا ديال المناديل حامل المناديل مزيون هذا من عند اكسيون. هذا بصراحه راه خدات ليه ماما حتى الطبله ديالو ونجف. هذا راه خدات ليه ماما حتى الطبله ديالو ولكن للاسف ما قديناش نجيبوها لان كبيره شويه. بنتي عمرها ماما بتقاشر ديالها. المهم راه كيجي على هذا الشكل هذا كتشوفوا فنيون هذا ديال المناديل كيجي راقي بصراحه وثمنه راه رخيص في اكسيون يعني ماشي غالي الثمن ديالو مناسب واللون ديالو كيجي في الفضي. حاجه اخرى البنات هي هاد القطعه هذه خداتها ماما خداتها من كنظن من عند ديك المحل بي ام بازار هو هذاك. المهم نتوما هذه راه كتسهل البنات راه عندي اختها وراه سبق لي شاركتها معكم في واحد الفيديو قديم شحال هذه شاركت معكم استعمال ديالها راها فن البنات لا للربيع ولا للثومه ولا الفليفله ولا اي حاجه البصله اي حاجه كتحركوا لها غير هذا هكا صافي كطحن. من اخر حاجه في الاواني هي هذه واحد الحاجه مزيونه عجبتني انا بيدي هذه حتى هي خداتها من بي ام بازار هي هاد المبخره يا البنات شوفوا شحال فن كتحمق كتجي معاها هذه فين كنعملوا الفحم وكتجي معاها هذه شوفوا شحال فن يا البنات فن هذه كنا خديناها من بي ان بازار صراحه ما عقلتش على الثمن لان كانوا فيها ثلاثه ديال الاحجام من صغيره حتى الكبيره هذه كنظن المسطى فيهم اولا الكبيره ما عقلتش. مهم بي ان بازار ودير لهم ثمن مناسب. مهم حاجه اخرى البنات خدات ماما هذا الثوب هذا ديال شنو كيقولوا لهذا تليجه هذا شوفوا على الوين فيه كيحمق عجبني صومو بنات هذا راه خديته ماما من السوق الاسبوعي عندنا في ليون. مهم هذا راه التليجه راه كيجي كيسطي البنات كيسطي كيحمقني عندهم بزاف التويبات الصراحه مازال غنزيد ناخذ منهم لانهم فنين عجبوني حتى انا والثمن ديالو ما عقلتش واقيله كيديروا 30 اورو هادو واقيله 30 اورو ما عقلتش بالضبط. خدات عاود واحد الثوب اخر اللي هو هذا حتى هو بحال التليجه كما كتشوفوه كيجي خفيف هذا في الغوز وثوب اخر اللي هو هذا حتى هو يعني نفس الشكل غير هما هادو ماشي الثمن ديالهم بحال هذاك الاول اللي وريت لكم هانتوما هادو كاملين غادي نزيد منهم ان شاء الله ملي غادي نرجع لفرنسا عجبوني بزاف كاليتي ديالهم مزيونه. وهاد التويب هذا خديته انا بصراحه بغيت ندير به واحد العباءه الصلاه كيجيو مزيونين سواء العباءه الصلاه سواء المهم البيجامات هكا في الدار اولا اللي بغيتو. المهم كيجي على هاد الشكل هذا راه ديال الخيط كنظن الخيط. المهم ها هو كيجي على هاد الشكل وخفيف كيعجبوني انا هادو الصلافه كيجيو خفافين التوب ديالهم وحتى الا كنتي كتعرقي ولا فا كيشربوا العرق والو. المهم خدات حتى جيل دوش خدات من هاد لامارك هذا كيعجبها حتى انا كيعجبني صافي جبنا منو غير هذا خليو في الدار التي غنفتح لكم الماركه هادي انتم شفتوها كيتباع هكا الباك فيه ثلاثه هذا ديال الكوكا البنات زوين نسيمه فيه زوينه. وجابت قهوه هاد القهوه هادي من الماركه اللي كتعجبني انا كتحمقني هي هادي ماما. المهم هاد الماركه هادي فن هادي القهوه صافي هاد الشيء اللي كاين ما تبقي غير جبت الشامبوان ديالي معايا هذا كيف ما كتعرفوا انا كنستعمل دابا غير هذا هو اللي كيعجبني ما فيه لا سيليكون لا سلفات الماركه ديال لو بيتيت اوليف هاد الماركه زوينه البنات بيو هو اللي حاليا كنستعمل انا فجبتو معايا جبت جوج صراحه. مهم هادي باقا ما بديتهاش جبتهم حيت هنا نقدر ما نلقاهش ما عرفتش واش كاين هنا في مرجان ولا في كارفور مي انا خديتهم كارفور. المهم هو هذا نوريكم مزيان باش تعرفوه سديته باش ما يتهرقليش. المهم هذا راه غزال البنات فنيون هذا جربوه على حسابي صافي هادشي اللي كاين هنا كاينين غير شيلان هكا جبتهم ماما حتى هما هذا مكان وشويه الحلوى وداكشي الحلويات
صافي هادشي اللي كاين. المهم غنوض نحط هادشي فوق الطبله تما باش نوريكم كلشي مع بعضيتو باش تشوفوه مزيان هادشي اللي كاين البنات. المهم خليكم معايا. المهم البنات هنايا صورت لكم الحاجات اللي خديت، لان ملي كنت كنوريكم راه حتى شي حاجه ما جات باينه. المهم صورتهم لكم هنايا مجموعين هادشي اللي جبنا نقيله صافي. الطبله الاخرى شوفوا الروينه كيف باقا داكشي فين صورت. وهنايا عاود هادشي الحمد لله يعني تهرس غير هذا وهذا هما اللي تهرسوا، وهذا ديجا انا قلت لكم تهرس ليا تما. المهم هادو هما الحاجات اللي جبنا معنا. صافي هادشي اللي كاين البنات، الفيديو ديالنا غيوقف هنا ان شاء الله. نقول لكم شكرا على التتبع ديالكم، شكرا لمشاهده الفيديو حتى الاخر. ما تنساوش البنات تبارطاجيو لا فيديو، وما تنساوش تدعمونا بواحد جيم اللي كيشجعنا وكيحفزنا. وغنخليكم هنا ونمشي نجمع هادشي كامل نرجعو لبلاصتو. يلا البنات في امان الله.